منطقة نضحة الوجهة المفضلة للكثير من العائلات، وذلك لجمال طبيعتها وتوفرها على مرافق سياحية بخدمات راقية. إنها تكجدة، واحدة من أروع وأجمل الأماكن السياحية التي تزخر بها الجزائر. العائلات وحتى السواح ولو يفضلوا الجبال للهدوء والراحة، ونحن كمركز وعلى رأسهم السيد المدير العام وفرنا كل الإمكانيات اللازمة لوضع الزوار في أحسن ظروف. هنايا جوزنا يامات في البحر، بمسح اليامات اللي جوزناهم هنا في تكجدة، حاجة أخرى سبت راحتي نفسيا، لا هو ديالو، وأنا حسيت روحي أنا كبير وحسيت روحي خير من البحر، والحمد لله. ما ردسنا كغرار سازرر تفند لمن تفند تسقوث نارا تفند العيفاد استقبل انتنا كني لاق الحال، يعني الحواج خير ذاقيد اين عنان التوريزم اقين بذرار. هنا عبر هذا المكان كل شيء جميل، اخضرار الطبيعة، شموخ الجبال، هواء عليل وجو معتدل ومناظر غاية في الروعة والجمال. كان عدة عائلات يقصدوا هذا الجبل، المناطق الجبلية فيها يعني فيها الهواء النقي، وثاني أكثر من البحر، البحر عندك زوج ثلاث سوايع تمل. هنا في الجبل العكس تكتشف بعض الأماكن، عندك اللاك، عندك لاكارو دي غلاس، عندك لاكارو دي سانج، عندك مناطق كثيرة. تتوفر منطقة تكجدة التي تقع على بعد حوالي 30 كيلومتر فقط عن عاصمة ولاية البويرة على مرافق هامة تسهر عليها إدارة المركز الوطني للرياضة والتسلية، وقد تدعمت بمرفق جديد يقع وسط طبيعة عذراء تعانقها أشجار الأرز الباسقة، ويزينها مسبح بمياه عذبة نابعة من أعالي جبال جرجرة يفتح أبوابه يوميا لجميع العائلات. كما راك تشوفوا رانا متواجدين هنا بالمركز الوطني للرياضة والتسلية بتكجدة، ما يخفاش عليكم بلي هذا المركز الذي يقع على ارتفاع حوالي 1500 متر على مستوى البحر، وهذا المركز اللي تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة. ما يخفاش عليكم بلي المركز كان معروف في السنوات الماضية في الفصل الشتوي بتساقط الثلوج، لكن وشاهدنا السنوات الأخيرة أنه المركز والمنطقة تكجدة خصوصا أصبحت واجهة عصرية لكل العائلات والرياضيين وحتى السواح الأجانب، وهذا راجع إلى المناخ المثالي الذي تتميز به المنطقة، يعني برودة ما فيهاش رطوبة، وأيضا المرافق والهياكل التي وفرها المركز من جميع الجوانب، يعني كي نشوفوا الإيواء، نشوفوا الإطعام، نشوفوا النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية في نفس الوقت. وكما راك تشوفوا الآن نحن متواجدون هنا بوحدة شالي دوكاف، هذه الوحدة لأعادة ترميمها بمعايير فندقية يعني عالمية وبامتياز لوضع كل العائلات في أحسن الظروف، والمركز أيضا يحتوي على مسبحين على هواء الطلق، يعني باش تشوف مسبحين على ارتفاع حوالي 1500 متر في وسط الجبال والغابات، يعني هذا ما جعل العائلات يعني جول هذه المنطقة للترويج والاسترخاء. وبالمناسبة نوجه نداء لكل الجزائريين والعائلات وحتى السواح الأجانب يجوا يزوروا منطقة تكجدة ونقول لهم مرحبا بكم. تكجدة لا صوت يعلو فيها فوق صوت الطبيعة، واحدة من أفضل الأماكن السياحية التي ترحب بالجميع.